سيدي السلام عليكم ومرسي للناس اللي تبعتك المسجات. اليوم باش نحكي في سيجي مس شوية وظاهرة قاعد نشوف فيها ونشوفوا فيها تونس الكل في الشارع. هلاك وستاتيات متاع البنات حبيه 50 و60 و70 و80 ولا واحد عليك من الفرنسيين. والوقار والشيب والريقة متاع واحد مأيسة من الحياة وصبات ضار. جاهر أخويا أني بهيم خذوني على قد عقل. فاش تحكيو انتم ولا وتحبوا طاقتها تقول له راني نحبك باهي نتخيلوا احنا السيجي ما بيناتهم هو هي كيفاش باش بيه والرومانسيه اللي تقول له فيها هي شنو يتلفت هو قلنا شو ما عجبك فيه واني ما عنديش فم اما خير تشوف واحد صغير بفمه وسنين تقول شو عمل بيهم السنين عزيز يا اخي نحل بيهم في الجازوز يعني مش واحد مش بسنين مش نحل بيه في الجازوز هي تصورها هكا معناها المشهد الرومانسي اللي يصير ما بيناتهم الرومانسيه نتاع هي كيفاش تبدوش بها تقول له راني موت على مجعد حبك يا حبي تحجب عندك تكميشه في وجهك ما ريتهاش اي حاجه تذكرني بيك نقطع ورقه في الدار نعمل هكا جيت نطيشها ما نجمتش حملت تكميشه ذكرتني بوجهك تعديت من الجزار عزيز لفت نقب كرشه نتاع بقري معلقه دايره بها ذبان ذكرت وجهك قوم الصباح نلقى المرحفة معاك عشان ذكرني بوجهك أي حاجة تذكرني بيك عزيزي تعديت من نهج فارغ البارح ذكرت فمك وانت بتثاوب نهج فارغ في حتى حد ذكرني فمك ذكرت بوستك ريكتك السائلة أحسن له تبدأ قاعدة معاه بالرسمي تلقاه يكح ويطش ويبص والكل يعملهم وتعمل أحسن له هابط أحسن تيلا شنو لعبت يا سيد هابط من فمه أما عسل متاع دين والديك شنو العسل وسامحني انت باي وقتك وهو معرس تبقاه انت اما وقار وتقول له نبقى معاك العمر كل عمر شكون سامحني عمر شكون اللي باش تقعد معاه هذا يهديك نعلمك يا لله اللي سيد العباد هذوك ما يموتوش في سن هذوك يتفرعوا ويقعدوا يعيشوا برشا ربي عاقب فيهم في الحياة يقعدوا يعيشوا برشا ما تهنى ما يموتش وما تورثوش يعني ما يتهنى كام يرد ما كانت يقبل ركضت البنات اللي تعمل في الشيء هذايا وتتبع في رجال الكبار على جال فلوس وراجل معرس وتمشي تسيبه مع مرته يا بنتي فيش تعمل بالرسمي وما تحشمش في الشارع كي تدور معاه شنو في مخك انت شنو في مخك انت تبيع في روحك كيف الطفله اللي هزها ب 10000 ريتك الجماعه الحاشه اللي ما تستاهلش تهزها ب 10000 في الشارع كيف اما انت كومكو جيبها لي حلال طابع حلال هذا كاعتبار الحم حلوف وعملوا حلال كيف فسر لي كيفاش تعيش معاه كيفاش القذارة اللي انت فيها كيفاش ترقد معاه سامحني في الفرش بالرسمي تخيلوا المشهد كيفاه يجيك يعمل التخوف في المرعب انت عايشة فيه ويدوروا بهم يعطيهم بعذاب بلوندات يصاحبوا فيها ما عادش خلطين معاهم على شيء الشياب خليونا فيا ناكلوا معاكم يرحم والديك خليونا فيا ناكلوا معاكم الشيب معاها بلومديت وقطات تبكي تحطها على الجرح يبرد تشرب شربها مات بين من قراجمها هبطت بين في الموصف هي سامحني انت بلومده وفازيت هذاك كله سيد الشعب معك راجل كبير فماش عجوز رياضي لا رياضي لا رياض الموتير مضروب كيفاش السيدي اخويا مثالش يعني بالو كيفاش السيدي تحط في دي في دي كيفاش السيدي تحط في دي في دي يا خرع هاك عايشة في عادية بني ياو ظل القذارة وسخ ياو سخ خمجة دي واللوم عليه هو وزيد يبدأ هذا الرجل كبير ويرعش وهكا ويتبزنس برا تقبل ربي برا حج برا تلهاب مرتك برا تلهاب صغارك ياو دي نساء تلهاب برجالكم هاك سال كبار راو رجالكم عاملين العار في الشارع هاك الكبار دق عيني كلوس كزيرك هاكا يعمل هاك ما عاش لحقينا معاكم على فيم يرحم والديك يودي يحشموا شوية راهو البنات راك أبيع نفسي هذيا وقصيدة أبيع نفسي هاك شريط وهاك لبست وهاك عملت الكرهبة وهاك عملت الدار والوقت جرى بيك وصغرك مشي خسارة وفي النهار تتشد بسيف ألف مرة لو أنه صعب باش تشدك بسيف وزيد فوق هذي الكل من بعد يتوب ويندم وبعد ما يعملوا الفلوس وتلقى روحها كبرت وشبابها ضاع وصغرها مشى وتنعتت بالصباع وما تحشمش في الشارع كيفاش دور بيه كيف نفس السيناريو عنده ولاد راه اللي يخف يسيح عمرها 70 و90 سنة تقول جاتو يبدور بها بالعكاز وبشبش بها ووكل فيها ويبوس فيها
فيش تبوس يا خراج جلدة متاع بقري، انا عندين ولدي ما يجيني تعبدوا الفرنك تي هاك عملت فلوس. ومن بعد ايش باش تعمل؟ باش تهزها معاك الفوق ليك باش تهزها معاك؟ وهاك لبست وهاك مكيشت وهاك برفنت وهاك زرقت وهاك خمشت. يا ولدي الحياة ماهيش فلوس يا ولدي. لهنا جيت الطفلة مع شيء ما لقيتهاش مع شيء. قلت قلت له انا وحديك من قروم فهمتني بكرش يصونك ولا بدن يخونك. قالت لي قروم يصونك ولا بقوس يخونك وسلم على الدار.